انطلقت فعاليات مؤتمر FIP ستار بطولة الدولية للبادل تنس التي ستقام في الفترة من الأحد 11 حتى 13 من مارس الجاري بالسادس من أكتوبر. كما تم استعراض الخطة السنوية لبطولات البادل تنس المقرر إقامتها تحت رعاية الاتحاد الدولي للبادل والاتحاد المصري للبادل. تعد البادل تنس من إحدى الرياضات التي انتشرت وبصورة واسعة، حيث يحرص اللاعبون من رياضات أخرى على ممارسة البادل تنس بعد انتهاء مسيرتهم مع رياضاتهم، يسعون للمشاركة في بطولات البادل. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة سموحة ومضيفي سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذا التعادل يرفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بينما يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بهم المركز 12. وفي البطولة ذاتها يتغلب إيسترن كومباني على مضيف MP بهدفين مقابل هدف واحد. بتلك النتيجة يصل رصيد إيسترن كومباني إلى 9 نقاط في المركز 16، بينما يتجمد رصيد MP عند 14 نقطة، يحتل بهم المركز 11. تزلنا مشاهدينا مع دور الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف الأهلي الآن فريق بيراميدز. تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة حتى الآن. وإلى الشامبيونز ليج، حيث يستضيف ريال مدريد الأسباني غدا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. في مباراة أخرى بالدور ذاته يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. أخبارنا الرياضية مشاهدين، عودة مجددا إلى رغدة وهبة. ليكم أشكرك رجاء.